مع ظهور الإنترنت هربنا من الواقع بتاعنا العالم افتراضي كان الهدف منه التسلية بس، وبشكل سريع جدا اعتمدنا عليه في كل حاجة، شغل، دراسة، شوبينج، علاقات، كل حاجة بمعنى كل حاجة. بس للأسف ما سلمناش من الأذى، بالعكس الجرائم بقت أسهل ومتقنة أكتر. وطبعا أي مشكلة بتحصل الناس تقعد تقولك الله يخرب بيت الإنترنت واللي اخترع الإنترنت. الله، طب والإنترنت ماله؟ الإنترنت جميل، سهل كل حاجة في حياتنا. طيب في كل الأماكن والأزمنة والعصور الناس هم كانوا سبب المشاكل، الإنترنت ما هو إلا وسيلة سهلت علينا الحياة زيها زي العربية كده. وأي مشكلة بتحصل لازم تتعالج قانونيا ونفسيا عشان نقضي على انعكاساتها للأبد. هنطلع فاصل ونرجع نبدأ أول فقراتنا النهاردة. ومعانا أستاذ محسن حسن محامي من النقط. عايزين نعرف يا أستاذ محسن أشكال الاحتيال الحديثة. هو الاحتيال مر بمراحل زمنية، والمراحل الزمنية دي بدأ المشرع يستحدث في قوانينه لمجابهة هذه الجريمة. احنا دلوقتي أمام جريمة مستحدثة طبقا لما هو استحدث في العمليات التقنية بالنسبة للمعلومات والإنترنت. الجريمة النصب أو الاحتيال كانت المشرع بيعالجها بنص المادة 336 عقوبات، وكانت واضحة وصريحة، وكانت الناس بتتوجه لقسم الشرطة وتبلغ عن أي وقائع نصب أو احتيال، تمام، ويطبق المادة العقابية في شأنها. فوجئنا في المستحدثات الحديثة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية إن في جريمة نصب ممكن يبرأ منها شخص رغم أنه قد ارتكبها كاملة في شأن الجرائم الإلكترونية. فبدأ المشرع يستحدث قوانين، ومنهم أحكام القانون 175 لسنة 2018 يجابه هذه الجريمة. كيف تم مجابهة هذه الجريمة وكيف تتم؟ لازم نوضح ببساطة، تمام، إزاي أتعرض لواقعة نصب عن طريق الإنترنت. فوجئت في الآونة الأخيرة باتصال ببعض الفتيات، تمام، إن إحنا تعرضنا لواقعة نصب عن طريق إن إحنا دفعنا فلوس في مسابقات وطلبنا تسويق بالنسبة لنا منتجاتنا، وفوجئنا إن إحنا تعرضنا لواقعة نصب. الموضوع محتاج بحث وقراية. بعد بحث وقراءة لقينا إن النهاردة الجريمة دي جريمة من يرتكبها بيستغل مكانة معينة اللي هو اسمه المؤثر باللغة العربية الانفلونسر، اللي هو بالنسبة لي، تمام، الانفلونسر ده اللي هو يعتبر راجل عنده متابعين كتير، تمام، من خلال المتابعين ازاي استغلهم في ان انا اقدر ان انا اعمل ملايين الجنيهات في شهر او شهرين. طبعا ممكن حد يستغرب في الفترة دي، لا دي جريمة يعني كاملة الاركان، وكمان بتحقق مبالغ طائلة، والمجني عليهم في حيرة من امرهم، نعمل ايه؟ بيعمل ايه المؤثر ده اللي عنده متابعين فوق المليون؟ بيعمل خطوتين لازم نخلي بالنا منهم واحنا بنتصفح. بيعرض عملية تسويق، تمام، بيقول والله انا ممكن اسوق لك المنتج، المحل بتاعك، النشاط بتاعك، بمقابل ان انا هزود عدد المتابعين اللي في صفحتك يشوفوك ويهتموا بيك، مقابل ان انت هتبعت لي على الحساب ده فلوس. يبتدي النهاردة اللي عايز يسوق منتج، مشروع صغير، يوضح للناس، تمام، ايه هو نشاطه، تمام، علشان الناس تبتدي ان هي تتعامل معاه. يدفع لهذا المسوق او لهذا الشخص اللي هو طبعا الشخص اللي هو المؤثر دوت اللي عنده متابعين كتير، ويحصل مبالغ ملايين الجنيهات. يعمل ايه في الخطوة التانية؟ ما عملش حاجة وهو قاعد، يروح للمتابعين اللي هم المليون وي، يقول لهم انا عامل لكم مسابقة جميلة قوي، الجايزة الأولى عربية فخمة،
الجائزة التانية جهاز ايفون مثلا، الجائزة التالتة مبلغ مالي. يلا خشوا المسابقة، اعملوا لي متابعة على اللي هو الفولور على الصفحات دي اللي هي التسويق، وهو قاعد يجوا الناس الخاصين بيه المتابعين يعملوا متابعة على الصفحات، كسب هو الفلوس تمام، ما عملش حاجة الأدهى نجد ان هو بيعمل حاجة تاني، ان المسابقات تبقى وهمية، نفاجأ ان هو لا فيه اصلا جوائز ولا غيره، يبقى النهاردة تحصل على مبالغ طائلة من ضحايا تمام بإرادتهم ان هم تدخلوا معهم في مشروع تمام كانوا يأملوا منه الخير. طب استأذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع نكمل ونشوف وجهة النظر القانونية في الموضوع. اتفضل. رجعنا لكم تاني وحابين ناخد وجهة النظر القانونية في المسابقات اللي بتتعامل اونلاين. اتفضل يا استاذ محسن. نيجي طبعا على موضوع هذه المسابقات، هو السؤال طبعا المنطقي دلوقتي تمام، هل هي المسابقات دي قانونية؟ هل مجرد ما قام به هؤلاء الاشخاص تمام من ارتكاب مجموعة من الجرائم ومعاقب عليها تمام، فهما بيبقوا في حيره في امرهم، هم اللي بيرتكبوا هذه الجريمه الجناه عندهم خلفيه ان هم ماشيين قانوني وتمام وتحصيل الملايين الجنايات دي محدش يقدر يعمل لنا حاجه لان ما فيش قانون لا في قانون بيجرد. انت ارتكبت مجموعه من الجرائم تمام، هقول ازاي نتم ان انا اكتشف هذه الجريمه، ابلغ مين تمام، ايه هي العقوبه المنصوص عليها قانونا في هذا الشأن. انا لو تعرضت لواقعة نصب او احتيال من هذا النوع، انا يجب علي كمجني عليه او كضحية اول حاجة اعرف الشركة اللي بتسوق دي شركة مرخص بيها للتسويق ولا لا، حتى لو شخص فالنهاردة بيعرض عن تسويق منتجات او تسويق اعلانات او تسويق لغيره، فانا النهاردة بالنسبة لي ببساطة جدا تمام لازم يكون لهذا الشخص اللي بيسوق تمام رخصة فيها سجل تجاري ومرخص بها من المجلس الأعلى للإعلام تمام في نشاط التسويق، دي نمرة واحد بالنسبة له، دي حاجة تخص أنا أعرف إزاي. الخطوة الثانية اللي هي بالنسبة لي عرض المسابقات، انا لقيت النهارده وانا بقلب في الصفحات لقيت ان في حد عامل مسابقه، طبعا عايز اعرف المسابقه دي سليمه ولا مش سليمه. ببساطه جدا، جهاز محترم اسمه جهاز حمايه المستهلك، في قانون 181 لسنه 2018 حدد في اللائحه التنفيذيه الماده 11 منه، قال ان اي حد هيعمل مسابقه يجب عليه ان هو يخطر جهاز حمايه المستهلك بنوع المسابقه، محتواها، ميعاد هذه المسابقة، جوائز هذه المسابقة، فلازم تخترني كجهاز حماية المستهلك عشان احمي الناس اللي هيخشوا في المسابقة، وفي خلال 15 يوم من اعلان الفائزين تخترني بالاسامي، قد يكون هناك اسامي وهمية، وبالتالي انا عندي جهاز محترم بيحمي هذه المسابقات تمام ببساطة جدا في الخط الساخن الخاص بي او في الموقع الالكتروني الخاص بجهاز حماية المستهلك، هسألهم ان المسابقة دي هل مرخص بيها وتم اختار بيها ولا لا؟ هنا اللي عمل المسابقه دون اختار هو ارتكب جريمه كامله فيما يتعلق بالنصب والاحتيال على اطراف او المجني عليهم في الطرفين اللي انا قلت لحضرتك بيتحصل منهم على مبالغ طائله، عمل مسابقه بدون التراخيص اللازمه في هذا الشأن. نمره اتنين بالنسبه له هو اوهم المجني عليهم بمشروع كاذب ان هو يعمل اجراء معين او يتكسبوا منه، وبناء عليه تبين انه مشروع وهمي. النهارده دي بتحتسب كجريمه زيها زي النصب بالظبط، ده هو ارتكب مجموعه جرائم، هو اللي عمل ملايين ده وقاعد تمام
انا بعتبره زيه زي اللي تاجر في المخدرات بالظبط. هو عمل جريمه النهارده بالنسبه له، احتال على الشباب اللي هم عايزين يروجوا المنتجات، ان هو اوهمهم بمشروع كاذب طبقا لنص الماده 336، اوهمهم بمشروع كاذب وتحصل منهم على مبالغ ما استفادوش منها. اتنين، ان هو عمل مسابقه وهميه تمام دون الرجوع للجهات المختصه اللي هي جهاز حمايه المستهلك، وبالتالي يملك الجهاز في هذه الحاله لو اكتشف. انا بس مجرد ان انا هبذل مجهود بسيط اخطر الجهاز ان في مسابقه، الجهاز يملك ايه بقى؟ ان وقف المسابقه ويملك كذلك ان الموقع الالكتروني بالنسبه له يقفله، وهيتابع المسابقه بكل تفاصيلها بالظبط، هيبقى يعتبر حائط حمايه بالنسبه للجهاز تمام في كل ما يتعلق بهذه المسابقات. وللاسف الشديد اللي عملوا هذه المسابقات وتحصلوا على ملايين من الجنيهات النهارده، المشكله كلها في ايه؟ مشكله ان احنا نقول ايه، مش مشكله نكسل ان احنا نبلغ تمام. ابلغ مين؟ او ما عنديش اصلا حته ان انا عندي ثقه فانه يتخذ اجراء، لا هيتخذ اجراء، بلغ وجرب جهاز حمايه المستهلك ان في مسابقه وهميه، بلغ وجرب مباحث الانترنت ان انا اتاخد مني فلوس، حطيت فلوس في حساب حد تمام على ان يعمل لي متابعين لصفحتي وتبان ان هم فيك ان هم ما لهمش اساس ووهميين، جريمه. استاذن حضرتك ناخد مداخله لحد من الناس اللي اتاذوا من المسابقات دي. اتفضل. الو مساء الخير. الو مساء النور، ازي حضرتك؟ تمام اتفضلي. ايه انا بشكر حضرتك جدا والله ان انت عرفت الموضوع ده، لان بجد احنا مأذيين جدا جدا منه، ونفسنا يعني صوتنا يوصل لاكبر حد، يعني اكتر حد ممكن عشان يقدروا يساعدونا في الموضوع ده. انا اتنصب عليا من شخص يدعى بهني، هو المفروض ان هو شغال في مجال السوشيال ميديا والمشاريع وتمويل اعلانات وحاجات كده يعني. المهم ان هو جه في يوم اعلن عن مشروع المفروض ان هو بيشتري من 1000 جنيه لحد 5000 جنيه، انت بتشتري المشروع ده يعني. فهو قال لو انتوا دفعتوا او حولتوا لي الفلوس دي في يوم كذا هتبداي تتدربي وتستني المشروع بتاعك وتشتغلي من اول يوم. طبعا كحال شباب كتير بيدور على شغل، وطبعا هو زوج بلوجر مشهوره جدا عندها فوق 1,500,000 متابع، 500,000. فطبعا انا عمري ما شكيت ابدا ان الموضوع يبقى فيه نصب او ان هم يضحكوا على الناس او كده، لان لهم بقى سمعتهم لهم فولورز كتير وكده، فاكيد الموضوع مش هيبقى نصب يعني. تحولت الفلوس للمبلغ بتاع المشروع من يوم 1/6، انا لحد النهارده مش عارفه اوصل لحد. طبعا هو منزل 9 ارقام احنا المفروض نتواصل معاهم. طب كان ايه تفاصيل المشروع ده؟ هو المفروض ان هو هيسلمنا 100 اكونت فيسبوك و100 اكونت انستا، والمفروض بقى ان احنا هنتعامل بالاكونتات دي، حد عايز يعمل اعلانات مموله، حد عايز يعمل لايك على بوست، عايز يسوق لسلعه معينه. اللي اكتشفته اصلا يعني بعد كده ان الاكونتات دي كلها فيك، وان الحاجات اللي احنا بنعملها او ان احنا بنعمل لايك لبوست او كده بيبقى من اكونت فيك اصلا، ده اللي انا اكتشفته بعدين. بالنسبه للفيسبوك او الموضوع نصب اساسا. المهم من يوم 1/6 لحد النهارده انا بتصل يوميا بكل الارقام اللي هو بينزلها، كل الارقام مقفوله، مفيش غير رقم واحد بس مفتوح ما بيردش على حد. ببعت واتساب لكل الارقام اللي موجوده ما حدش بيرد عليا، مش عارفه استلم اي حاجه لحد دلوقتي. وطبعا هو الموضوع نصب فانا اكيد مش هستلم مشاريع ولا اي حاجه. طبعا بعت له على الخاص عنده، عمل لي بلوك، بعت لمراته عملت لي بلوك. طبعا ثاني يوم او ثالث يوم عمل لي بلوك. طبعا انا عندي الاكونت الشغل بتاعي، فدخلت لقيته منزل رقمي عنده وقايل عليا ان انا نصابه، وان انا اتدربت واستلمت المشروع، وان انا ببيعه لناس تانيه، وكلام كده غريب جدا جدا. طبعا طب هل كنت لوحدك في المشروع ده ولا في اطراف تانيه كانت معاكي؟ احنا اكتر من 1500 شخص. هو عامل قناه تليجرام كده وبينزل عليها كل شويه، يا جماعه في ضغط شغل، يا جماعه احنا بنعمل استفتاء، يا جماعه مش عارفه في ايه النهارده. القناة التليجرام دي عليها اكتر من 1500 شخص. تخيلي بقى انت 1500 شخص واحد منهم يعني
حد دافع دافع 5000 جنيه. حضرتك متخيله المبلغ اللي لمه لحد دلوقتي؟ دلوقتي بقى عمال ينزل ستوريهات شتيمه في الناس دي عشان بنطالب بفلوسنا طبعا. تلقيح وكلامه مش كويس خالص. منزل فيديوهات استفزازيه جدا لينا، عمال يرمي رزم دولارات تحت رجله. تمام. عمال بقى انا مش عارفه اعمل فيكوا ايه، يعني الحاجات دي كلها موجوده. يعني انتوا لو دخلتوا اصلا على الاكونت بتاعه هتلاقوا الحاجات دي كلها موجوده. وكلام استفزازي بطريقه مش كويسه خالص. بينكر هو ومراته ان هم اصلا كانوا عالمين عن المشاريع او عن مسابقات. بالمناسبه برضه مراته كانت عامله مسابقه وبرده بمبالغ كبيره جدا، والنهارده يعني في الوقت اللي احنا بنطالب فيه بفلوسنا منزله يا جماعه انا ما عملتش مسابقات، واللي عنده دليل ان انا اعلنت عن المسابقات يعني اللي هو عايزه باطل مخه في الحيطه. طبعا هم لسه في اثباتات. طيب لل طبعا ان انتوا حولتوا فلوس وفيديوز ليهم هم بيعلنوا عن المسابقات. طبعا معانا كل الادله ومعانا كل الاثباتات. وبالمناسبه انا نزلت عملت محضر سب وتشهير وعملت محضر نصب واحتيال، ومعايا بنات كتير جدا جدا عاملين محاضر. احنا برضه هنقدم كذا جهه ثانيه محاضر، لان انا عرفت ان المسابقات دي مش مرخصه وان المفروض بيتاخد عليها اجراء يعني قانوني. بس فاحنا انا بشكر حضرتك جدا. طيب هنرجع لاستاذ محسن، ايه الاجراء في المشكله دي؟ هو الجاني هيستفحل في جريمته وهيستمر، والملايين اللي هيحقق ده اضعاف. ده بسببنا احنا كضحيه، وتعرضنا لمثل هذه الجريمه. تمام. نتكاتف. تمام. نوقد مثل تلك الجرائم بحاجه بسيطه قوي. الناس عندها مفهوم خاطئ ان مثل هذه الجرائم بتوجه لاسم الشرطه. الكلام ده خطا. تمام. وبالتالي هروح هشهر بنفسي وهتعرض لمضايقات او الاخر. لا يا جماعه، في جهاز في مباحث الانترنت، انا عايز اقول على اعلى مستوى من الاستقبال، من استيعاب المعلومه من شخص ضابط مهندس في هذا الجهاز في غرفه مغلقه، بتحكي له اللي حصل وبياخد ويدون منك المعلومات اللي حضرتك بتبلغ عنها، وبيديك رقم بتتبعه. تمام. بيرسل المحضر على النيابه وينزل المتهم. موضوع بسيط جدا. تمام. وفي سريه تامه. تمام. وبقمه الاحترام. تمام. ما فيهوش ادنى مشكله. ابلغ عن الواقع. دي جريمه كامله، جريمه نصب. طب الاجراءات دي بتاخد قد ايه بالظبط؟ الاجراءات دي ما بتاخد يعني انا بالنسبه لي ممكن مثلا في حدود شهر او شهر ونص فيما يتعلق بالمحضر، لان الجهه اللي بتتلقى المحضر بيعمل ايه؟ بياخد من سعادتك الموبايل، يتاكد ان انت بعت فلوس بالفعل لهذا الحساب. تمام. باي طريقه إن كان، بيتاكد من هذا الرقم ان انا بعت له بالفعل بفلوس. هنا بقى بتكلم عن اركان الجريمه، الركن المادي والمعنوي لهذه الجريمه. بالفعل انا بعت فلوس، فمعايا دليل ان انا بعت فلوس. المسابقه اهي حضرتك. تمام. موجوده عندي على الجهاز. تمام. التواصل معاهم واختفائهم ادي حضرتك كم المراسلات اللي انا بعتها، تبين ان انا وقعت في ضحيه كجريمه نصب. بناء عليه انا امام جريمه كامله، بيتم التحريات في شانها. تمام. لاتيان باسم المتهم والمسؤول، سواء مش عايز اذكر اسامي. تمام. فيما يتعلق بهذا الجاني. تمام. وترسل للنيابه العامه. تمام. واقدر من خلال كده، لو عايز اقول برضو اكتر، البلاغ الفردي ليس في قوه البلاغ الجماعي. ليه؟ لان النهارده الجريمه بالنسبه له جريمه مكتمله. في كلمه مسابقه ما تنفعش الفرد، لابد من جماعه. فبالتالي انا كالنهارده مجموعه اشخاص تعرضوا لتلك الواقعه. تمام. والله الموضوع ما هياخد معاهم ساعة. كمان بتعزز دقة الإجراءات إنها تمشي بسرعة. بالظبط. ومصداقيتها. تمام. مش هيجي واحد يقول النهارده، ممكن يقول النهارده ده بلاغ كاذب، ده ناس بتتبلى عليا. لا، تعالى، ده أنت عارض مسابقة. تمام. وأدي الأشخاص 1 2 3 10. تمام. 20. وشفت حضرتك المبلغ اللي بيقول أقل مبلغ 5000. تخيلي في العدد، أنا بقول برقم فوق المليون بيعملوا في خلال أسبوعين ثلاثة. لا، ده رقم ما يساويش هي قالت 1500 شخص تقريبا. يعني حضرتك اضربي في الأرقام. لا، الغريب بقى
ان هو عمل الملايين دي في خلال شهر ولا شهرين يكررها بعدها بشهر او شهرين تاني، سيل من المبالغ المحرمة داخلة تمام، واحنا بنتفرج نقول طب نعمل ايه يا جماعة؟ الموضوع سهل سهل، الناس دي ارتكبت في حقكم عدد من الجرائم نصت عليها القوانين تمام، تستلزم في هذه الحالة بالنسبة لهم سيصل عقوبتها الى الحبس وغلق مواقعهم والتعويض المباشر بالنسبة لهم اللي هيقتص بالنسبة لهم فيما الضرر اللي حدث لهم. فيا جماعة الموضوع البلاغ سهل، سهل جدا نتوجه تمام بعمل هذه البلاغات تمام، وهتجدوا في النتيجة. وهنا بقى اخر نقطة عايز اقولها في الجزئية دي، الردع العام لما حد تاني هيشوفه محبوس تمام ومطبق عليه القانون تمام وتم التحفظ على امواله التي اتحصل عليها من 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 من, من امر غير شرعي يكررها بالظبط، هبتدي ان انا اشوف الكلام دوت لا ده فلان اتحبس. هنا بقى فكرة الردع العام احنا اللي بنخلقه بالتعاون مع اجهزة الدولة، لازم ابلغ انا، ما حدش النهارده هيجي يقول لي تعالى بلغ لا. فدي نصيحة للناس انهم يتوجهوا ببلاغات عن تلك الوقائع تمام بما ذكرته تمام، جهاز حماية المستهلك، مباحث الانترنت تمام، مشوار معلش زي ما قلت حضرتك مش هياخد وقت بالظبط. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ محسن، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.